امام الفاريز ليونيل، لكن لديه فرصه ليعوض ذلك. واستمعوا الى هذا الحماس الجماهيري الكبير للمرة الثانية على التوالي. ركلة الجزاء لبرشلونة، ليونيل امام الفاريز وميسي يسجل بالفعل. اعلم لست في افضل حالاتك، هل تسمح لي بإجابة؟ اشعر انك لم تأخذ قسطا من الراحة، لم تشبع نوما بالامس اليوم، هل كنت تفكر في الصدارة؟ مباراة سهلة لميسي بصراحة لانه امام ريو.